تتفنوا وتا حاجه ما تتبقى باينه، مع العلم ان هاد النفايات البلاستيكيه والمعدنيه اذا كيعاود تدود كيعاودوا يديروا لها التدوير كيعاودوا معايا هذا الفيديو من الأول حتى الأخير، محافظين على البيئة ولكم جزاؤكم عند الله الكبير. متابعات ومتابعي القناة ديالي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كتشوفوا هنا واحد المجموعة ديال العناصر اللي كاينة قدامي، إضافة إلى ذلك هنا كاينة واحد البرمة ديال الكسكسو، كنطيب الكسكسو. إذا هاد الكسكسو باش نوجدوه وباش يكون عندنا مثلا هاد العناصر هنا باش نعمروا اتاي، باش ناكلوا الفواكه، باش تكون عندنا اواني نقيه، فان هاد الاشياء كلها كتخلي لينا مهملات وكتخلي لينا واحد البقايا اللي خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. اليوم جيت نتشارك معكم مجموعه ديال السلوكات ديالي صديقه للبيئه ورحيمه بها. إذا تبعوا معايا وغادي نشوفوا هاد الأشياء كلها أشنو كتخلي لينا. إذا بالنسبة لهاد الأشياء اللي تنشوفوها حنا اللي تنشوفوها زوينة وتنشوفوها نقية وغادي نحصلوا على واحد الوجبة منها لذيذة أو مشروبات كذلك لذيذة، إذا فإنها ما كنستافدوا منها إلا بعد ما كنقيوها وهاد العناصر كنحيدوا منها بعض الشوائب. هاد الشوائب اللي كنسميهم حنا أزبال، هي اللي كتكون لينا كتشكل لينا أزبال. إذا هنا كنشوفوا هاد الأزبال، ها هي كاينة عندي هنايا، شوفوها معايا. مثلا بالنسبة للوجبات خصنا نستعملوا الزيت، خصنا نستعملوا الملح، إضافة إلى ذلك كنجيبوا أشياء اللي كتكون ملفوفة في أكياس بلاستيكية، ها هي بحال هاد الأكياس البلاستيكية اللي كاينة هنايا. وكذلك هاد الخضر والفواكه اللي كتكون اللي كنتناولوها كتخلي لينا قشور وكتخلي لينا مهملات، ها هي كاينة هنا. أنا بالنسبة لهاد المهملات لأنني عندي أفكار اللي خصني نحافظ على البيئه، اذا هاد المهملات ما كنخلطهاش مع بعضياتها. شوفوا معايا هنا، فانني كنفرز العناصر والكنينات الزجاجيه والبلاستيكيه وحتى كذلك اللي كتكون هذا حتى الكنينات اللي تكون من المعدن، كنينه مع
معدنيه، اذا ما كنديرهاش ما كنخلطهاش. هنا كذلك هنا عندي البلاستيك، عندي الورق، هما كلشي هنايا. اما في هاد الكيس عندي فيه قشور ديال الخضر والفواكه، عندي البقايا ديال هذا النعناع ها هما. اذا هنايا عندنا كذلك هنا قشور ديال الخضر، عندنا كذلك هنا قشور ديال هاد البقايا ديال البصل. اذا انا هادشي ما كنخلطوش مع بعضياتهم، علاش؟ لان ملي كتخلطوا كيعطي واحد المنظر مشين في الحقيقه، واحد المنظر اللي ما تيعجبكش. اضافه الى ذلك المهملات ومن هاد البقايا ديال الخضار والفواكه والعلب ديال المشتريات ديالنا كلها، اذا كنكونوا ما كنساهموش في نظافه البيئه، مع العلم انه حاليا البيئه ولات كت متضرره من 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 مثل هاد الاشياء. الناس كيلوحوها فيها وكتسبب ضرر بالنسبه للماء، بالنسبه للتربه، بالنسبه للاشجار، بالنسبه لكل العناصر اللي متواجده في البيئه. ولهذا هاد انا عندي سلوكات منذ زمان، لانني كنت مشاركه في واحد المشروع ديال البيئه، واللي عطاني مجموعه ديال الافكار اللي خلاتني نتبنى هذه الطريقه. اذا كنعزل القشور والمهملات ديال الخضار والفواكه وحدها، نديرها بواحد الكيس بلاستيكي، ثم كنعزل المواد البلاستيكيه والزجاجيه والمعدنيه بوحدها، كذلك كنعزل المواد الورقيه، والمواد الورقيه كنديرها بوحدها هي والبلاستيك. وفي الصباح ملي تنخرج المهملات، نخرج الازبال لعمال النظافه باش يخلصونا منهم، كناخذ كل حاجه بوحدها. ناخذ هذا الكيس كنجمعو بوحدو، والكيس ديال كذلك ديال القليل كنجمعو بوحدو، هذا ديال كذلك الورق والبلاستيك، كل واحد كنهزو بوحدو كنحطو قدام الباب، اذا كيهزوه وكيسهل لهم الماموريه. وكنكون بهاد السلوكات وفرت لهم الوقت، وكذلك سهلت لهم المأمورية باش يجمعوا الأزبال في ظروف جيدة. ونزيدكم واحد الفكرة أخرى، حتى هي اللي مفيدة، اللي كتفيد البيئة وما كتلوتهاش وما كتوسخهاش، وهو هاد الأكياس وهاد لي ساشي اللي تنجيبو فيهم هادوك المواد. هيا شوفوا هاد الكيس، ها هو راه باقي في حالة جيدة. ملي تنجيب المشتريات كنحيد المشتريات ديالي وكنطويهم وكنديرهم هاو في هاد الساك، سواء الأكياس الورقية، ها هما عندي حتى الأكياس الورقية هي كنحافظ عليها، كنجمعهم في واحد الكيس وكنرجعهم لمول الحانوت، او كذلك كنعطيهم للناس، كنديهم معايا، كنخرجهم معايا وكنعطيهم للناس اللي كتكون اللي كيكون عندهم دوك المشاريع الصغرى، بحال تيبيع الحمص ولا تيبيع الكاوكاو في الزنقه، تنعطيهم ليه باش كيستعملهم. اولا كيستافد هو وكتكون كمساعده ليه، وكذلك كتستافد البيئه ديالنا، وفي نفس الوقت كنديروا واحد سلوك بيئي اللي تنحافظوا فيه على البيئة. ولهذا هذا الفيديو فإنه توجيهي، حاولوا ديروا الفرز ديال المهملات، بلاستيك بوحدو، القشور ديال الخضر والفواكه، وحتى كذلك حتى البقايا ديال اللحم بحال العظام ودوك الجلود وداك الشيء، نحاولوا كذلك نديرهم في شي 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 كيس بوحدهم باش نساعدوا في التدوير ديال هاد المواد. اذا بهذه الطريقه ما غاديش يلقى الانسان اللي عنده داك اللي كيديروا هذا المشروع ديال التدوير ديال المواد، ما غاديش يبقى مشكل، غادي نسهلوا ليه المأمورية. ولهذا كنتمنى هاد السلوكات تتبناوها في المجتمع باش نخدموا البيئه وباش نحافظوا على البيئه ديالنا وتبقى جميله ونظيفه. ملي كتشوف واحد الحاجه واحد 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 المحيط ديالك نظيف وزوين، راه افضل من تشوف محيط متسخ ملوث. قررنا حنا حتى في صحتنا
وكيضرب الطبيعه من حيث النباتات ما كتبقاش في حاله جيده. ولهذا كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، وكنتمنى هاد الفكره تبناوها وحاولوا تشجعوني من اجل باش يوصلكم الجديد بالاشتراك وباللايك وبالبارتاج، والى فيديو اخر ان شاء الله.